السلام عليكم. وسط ظروف سياسية واقتصادية غير مثالية، قال ثلث الناخبين التونسيين كلمتهم في أول انتخابات بلدية منذ إطاحة نظام زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الأسبق في عام 2010. وفيما يبدو أنه تكريس لسيطرة الثنائية الحزبية، ضمنت نتائج هذه الانتخابات التفوق السياسي لحركتي النهضة ونداء تونس على التوالي، انتخابات قد ترسم ملامح المسار السياسي التونسي في المرحلة المقبلة بالرغم من الحديث عن العثرات التي تعترض الديمقراطية الناشئة في البلاد. لكن يبقى عزوف الناخب التونسي عن المشاركة بالرغم من الدعوة الصريحة والمباشرة التي وجهها الباجي قايد السبسي رئيس البلاد للمواطنين بضرورة الانتخاب، يبقى هذا العزوف أحد أبرز المؤشرات على مزاج الشارع التونسي من أداء الطبقة السياسية في البلاد. المسار الديمقراطي في تونس بعد أول انتخابات بلدية منذ إطاحة زين العابدين بن علي، عنوان حديثنا العربي لهذه الحلقة التي تأتيكم مجرياتها بعد التقرير التالي. بدا واضحا عن التصويت من قبل الناخبين في الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة التونسية في 2011، انتخابات تأتي في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد، كما تأتي في ظل حال من تردي المناخ العام ووجود أزمة ثقة بين الناخبين الشبان والأحزاب بحسب الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات. كما تأتي الانتخابات البلدية التونسية وسط مناخ من الإحباط في دول الربيع العربي بسبب الانتكاسات المتوالية للثورات في تلك الدول وعودة الأنظمة القديمة إلى الحكم بصورة أو بأخرى، الأمر الذي ربما يجعل من تونس استثناء في دول الربيع العربي، لا سيما بعد أن عكست نتائج الانتخابات صورة ديمقراطية قلما تتكرر في العالم العربي رغم ضعف الإقبال على التصويت. فلقد تراجعت إلى المركز الثاني حركة نداء تونس التي يتزعمها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بنسبة 21%، بينما تصدرت حركة النهضة النتائج بنحو 29% من أصوات الناخبين، في حين حصل مجموع القوائم المستقلة على 32%، ما يعني أن أي قوة سياسية لن تستطيع الانفراد بالقرار، وهو الأمر الذي يكشف عن وعي الناخب التونسي وانحيازه لسياسة التوافق والتوازن السياسي في البلاد. وبحسب مراقبين فإن التونسيين يرسلون عبر تلك الانتخابات رسائل هامة إلى الداخل والخارج، أولها أن تونس سائرة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال مسار الانتقال الديمقراطي رغم ما يعترض ذلك من عقبات، كما أنها رسالة للداخل تؤكد أن لا عودة إلى زمن انفراد أي حزب أو قوة سياسية بالسلطة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة. الحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ زياد بومخلة المحلل السياسي، من المقرر أن ينضم إلينا عبر سكايب من لندن بعد قليل الأستاذ فتحي المسعودي الخبير في الشؤون المغاربية. مرحبا بك أستاذ زياد. مرحبا بك. بداية، يعني كيف يمكن تقييم الأوضاع بشكل عام في الداخل التونسي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، وهي الأوضاع التي جرت على إيقاعها هذه الانتخابات البلدية المهمة وهي الأولى بعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي؟ نعم، طبعا الأوضاع التي جرت فيها الانتخابات التونسية أوضاع حقيقة معقدة، يعني يمكن أن نقول أنه كان هناك شك حقيقي في إنجاز الانتخابات أصلا، خاصة مع الأزمة السياسية العاصفة التي عصفت بالاستقرار السياسي في البلاد، وخاصة عنوانها الأساسي الأزمة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وكما هو معلوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل له دور فاعل وفاعل جدا اليوم في الحياة السياسية التونسية، رغم أنه هو يعني بين قوسين منظمة اجتماعية. هذا 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 عنوان أحد العناوين. العنوان الثاني طبعا هو القضية الاجتماعية والاقتصادية. كل المؤشرات الحقيقة في تونس مؤشرات مقلقة ومخيفة، نتحدث عن تزايد الفساد بنسب عالية جدا، نتحدث عن تراجع مؤشرات النمو رغم التحسن الذي طرأ على الاقتصاد الوطني في الأشهر القليلة الماضية وخاصة في مؤشر النمو، نتحدث عن بين قوسين يعني أزمة في مستوى الإنتاج بشكل كبير جدا، وأزمة عاصفة في جملة من القطاعات المهمة مثل أزمة التعليم الثانوي التي امتدت لأكثر من أسبوعين ولم نتوصل إلى حل بين الحكومة ونقابة
نقابة التعليم الثانوي إلا قبيل أيام قليلة من إنجاز الانتخابات. المسألة الثالثة كذلك، يعني كانت هناك الكثير من الأطراف للأسف كانت جادة في رغبتها في تعطيل مسار الانتخابات وكانت غير قابلة بإنجاز هذه الانتخابات طبعا لتعلات كثيرة. في النهاية يعني يمكن القول أن الأوضاع بالفعل كانت أوضاع صعبة وصعبة جدا، وكان هناك حرص حقيقي عند بعض الأطراف على تعطيل هذا المسار وعلى الوصول إلى تأجيل الانتخابات، وخاصة أن الانتخابات أصلا هي تأجلت في مرتين، وحتى الدعوة دعوة الناخبين جاءت متأخرة، ولولا أنه رئيس الجمهورية الحقيقة وبعض الأطراف السياسية كانت جادة في إنجاز الانتخابات لدخلنا مرحلة الشك. طبعا كذلك بعض الأطراف الدولية خاصة الدول المانحة، صندوق النقد الدولي للاتحاد الأوروبي، الجار الغربي الجزائر ودوره الفاعل وهذا معلوم جدا في السياسة التونسية وعلاقته بالأطراف المهمة في الحكم مثل نداء تونس والنهضة، ساهمت كذلك بشكل كبير جدا في إنجاز هذه الانتخابات. ولذلك الأوضاع كانت الحقيقة أوضاع معقدة، أوضاع شك، خاصة مع الأزمة السياسية، وخاصة مع لك أن تتخيل أنه قبيل شهر من الانتخابات الحديث الأبرز في الساحة السياسية وفي الإعلام التونسي كان الحديث عن رحيل الحكومة، وطبعا رحيل الحكومة يعني عدم إنجاز الانتخابات، ولكن يعني التوافق السياسي تغلب على جملة هذه الصعوبات، جملة من النخبة السياسية غلبت مصلحة البلاد على حساب بعض الحسابات الضيقة لبعض الأطراف الأخرى، ووجدنا أنفسنا في هذا العرس الانتخابي الذي أنقذ تونس وكرس مرة أخرى مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. حصل تبدل في مراكز القوة في العملية الانتخابية، يعني النهضة تقدمت على النداء، وهذا سنبحثه في مرحلة متقدمة من الحلقة، لكن قبل ذلك عطفا على ما ذكرته من الأوضاع السياسية الداخلية أو الأوضاع عموما في الداخل المعقدة، وكذلك بالنظر إلى التفاعلات الإقليمية والدولية الحادثة الآن الراهنة في العالم، إلى أي مدى هذه التفاعلات جملة الخارجية وحتى التعقيدات الداخلية أثرت في خيارات الناخب التونسي؟ طبعا في تقديري باعتبار طبيعة الانتخابات هي انتخابات بلدية، فالعامل الداخلي كان هو العامل الأساسي في توجيه الناخب التونسي، لا شك أنه كذلك العامل الخارجي، يعني مجمل الأوضاع الموجودة في المنطقة لا شك لديه انعكاس مباشر. ونحن نتحدث في يعني حديث العرب، لا شك أنه الأوضاع العربية متشابهة، الأوضاع العربية تأثيرها مباشر على الساحة التونسية، الوضع الليبي أحد الملفات التي لها تأثير مباشر مثلا على الساحة التونسية باعتباره الجار الشرقي، وباعتبار أنه جزء كبير من الشعب الليبي يعني بين قوسين مهجر على الأراضي التونسية، ولا شك أنه الأوضاع كذلك في المنطقة عموما لديه انعكاس. في تقديري هناك اعتزاز كبير للتونسيين بتجربتهم الديمقراطية، ولذلك كل مؤسسات صبر الآراء تؤكد اعتزاز التونسيين بحالة الانتقال الديمقراطي التي يشهدها التونسيين، وهناك تمسك عالي لدى التونسيين بالديمقراطية، ولا يقبل التونسيين اليوم التراجع خطوة إلى الوراء في هذا المجال. هذا عام. النقطة الثانية طبعا داخليا الموجه الأساسي كما قلت هو الأوضاع الداخلية، باعتبار حتى الانتخابات البلدية كما هو معلوم هي لصيقة جدا بهموم اليومية للمواطن التونسي، صحته، نظافته، اقتصاده اليومي، الخدمات الأساسية التي يمكن أن تقدمها الدولة التونسية. ولذلك طبعا المشاريع التي قدمتها الأحزاب السياسية أو القائمات المستقلة كان لها تأثير كبير في توجيه الناخب التونسي. الأوضاع السياسية العامة في البلاد كان لها تأثير كبير. طبعا التونسيين يعني مجمل حصائد 7 سنوات ما بعد الثورة كان لها دور كبير جدا في حكمها على أهمية هذه الانتخابات، ولا شك هنا من المهم التأكيد أنه حصائد 7 سنوات خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي الحقيقة كانت مخيبة للأمان، خاصة لبعض الفئات مثل الشباب. ولذلك لا شك أنه هذا العامل أثر بشكل كبير جدا في حتى في نسب المشاركة، أثر في نظرة الناخب التونسي للأحزاب السياسية ولمجمل الأطراف المتنافسة على هذه الانتخابات، خاصة في ظل تعاظم كما قلت الفساد، في ظل ترهل المنظومات الحزبية وعدم قدرتها على إقناع المواطن التونسي. كل هذه العوامل لا شك أنها كان لها تأثير مباشر على الانتخابات وعلى نتائجها وعلى بين قوسين موقف الناخب التونسي في تحديد اختياراته في هذه
هذه الانتخابات التي لا شك كانت مهمة، ولكن لا شك أن حف بها الكثير من التحديات والكثير من الأسئلة التي تحتاج أن نجيب عليها في القريب العاجل، وأن نستفيد من بوابة الانتخابات البلدية حتى نعيد صناعة الأمل للناخب التونسي وللمواطن التونسي الذي كان على وشك أن يفقد الأمل في النخبة السياسية وفي العملية السياسية برمتها. يعني وسط محيط مضطرب وعالم تشهد فيه تطورات سياسية متفاعلة وتقترب يعني الحدود من بعضها بما يشبه صراع بارد بين دول العالم جميعا، في هذا السياق تبرز أهمية الحديث عن الاستقرار. إلى أي مدى هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ نحو 7 سنين في تونس أو 8 سنين، إلى أي مدى تعطي مؤشرا على أن الاستقرار في حده الأدنى بات مؤمنا في تونس، أم أن الأمر خلاف ذلك أو أن الأمر خلاف ذلك؟ لا، الحقيقة هناك معطيات مهمة جدا تؤكد أن الحالة السياسية في تونس تذهب نحو الاستقرار، وأن التجربة تذهب شيئا فشيئا وتؤكد استقرارها، ونذهب شيئا فشيئا نحو الديمقراطية مستقرة. ويمكن أن نقول أنه بدأنا نغادر مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى ديمقراطية مستقرة. يعني المؤشرات على ذلك هي التالية. المؤشر الأول هو أنه الانتخابات 2018 انتخابات البلدية أكدت نتائج 2014 على بعد 4 سنوات، يعني بما وهذا ورد حتى في بداية تقريركم، أنه القوتين الأساسيتين في البلد صارتا واضحتين، النهضة والنداء التي تقاسمت تقريبا أكثر من 50% من مجمل الأصوات ومن مجمل المقاعد، وهي أغلبية مريحة توفر لهذين الحزبين إن استمرت عملية التوافق أن يقود العملية السياسية لفترة طويلة. ويمكن، وطبعا هذه الانتخابات على فكرة تأتي على مسافة سنة من الانتخابات التشريعية القادمة، بما يعزز ممكن الحالة السياسية. ولا شك أنه صعب جدا أن يحصل تغيير في ظل سنة، خاصة إذا تأكد كما قلت نتائج 2014، بما يؤكد أنه حتى نتائج 2019 البرلمانية لن يكون فيها متغيرات كثيرة. كذلك الاستقرار على مستوى المعارضة، تقريبا أنتجت هذه الانتخابات نفس المعارضة، الجبهة الشعبية الثالثة، بما يؤكد أنه كذلك المشهد السياسي التونسي يستقر على شكل معين. هناك 3 عائلات أساسية في تونس: العائلة الدستورية، العائلة الإسلامية، العائلة اليسارية. العائلة الدستورية والإسلامية يعني اختارت أن يحكم جنب إلى جنب لاعتبار القانون الانتخابي الذي يفرض على هذين العائلتين أن يتوافق، وإلا لن يقدر أي طرف على أن يقود العملية السياسية. وكذلك العائلة اليسارية التي استقرت على يسار العملية السياسية واختارت موقع المعارضة، واستفادت كذلك من بعض المواقف في بعض المنظمات الاجتماعية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل كي تستعملها في تعديل موازين القوى على مستوى الساحة السياسية. من عوامل الاستقرار الأخرى طبعا المنظمات الاجتماعية، سواء الاتحاد العام التونسي للشغل أو اتحاد الأعراف في تونس، اتحاد رجال الأعمال، باعتبارهم أنهم تجربتهم في قيادة الحوار الوطني سنة 2014 الذي أنتج حكومة المهدي جمعة، التي جاءت على أنقاض حكومة النهضة الثانية بقيادة السيد علي العريض، دور الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف باعتبار الأول يمثل الطبقة الشغيلة والثاني يمثل طبقة رجال الأعمال، يساهم بشكل مستمر في تحقيق الاستقرار على مستوى الساحة السياسية، باعتبار أنه هذين الطرفين يعني يؤطران عدد كبير جدا من المواطنين التونسيين. لك أن تتحدث عن أن الاتحاد العام التونسي للشغل يضم في عضوته تقريبا 700,000 منخرط، بما يؤكد أنه هو خزان بين قوسين، وهو الآلة الانتخابية الأكبر على مستوى الساحة التونسية. ولعله بعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أنه القوة المنافسة للنهضة الحقيقة هي الاتحاد العام التونسي للشغل وليس حركة نداء تونس، باعتباره أنه هو قوة تنظيمية هائلة، ودوره في مسار الثورة وفي تاريخ البلاد وكذلك خاصة بعد تجربة الحوار الوطني تعزز بشكل كبير وتأكد في مختلف المحطات. الاستقرار تعزز كذلك بما يسمى بوثيقة قرطاج، وثيقة قرطاج التي ضمت وبدعوة من رئيس الجمهورية تقريبا 9 من الأطراف المهمة في البلاد، 5 أحزاب سياسية ينضاف إليها 4 منظمات يعني اجتماعية. هذا المشهد يعني يستقر شيئا فشيئا. هناك بين قوسين اتفاقات على جملة من الموجهات العامة التي تحكم السياسة التونسية اليوم، سواء على المستوى
المستوى المحلي أو على المستوى علاقات تونس بمحيطها، ولذلك هناك سياسة خارجية موحدة، كل الأحزاب السياسية تقريبا تتحرك في نفس الاتجاه على مستوى السياسة الدولية وكذلك على المستوى الداخلي. طبعا تبقى القضية الاجتماعية والاقتصادية لم تتوصل أو لم تنجح النخبة السياسية في التوصل إلى نموذج اجتماعي واقتصادي متوافق عليه لحد الآن، وهو الذي بين قوسين يعصف بين فترة وأخرى باستقرار البلاد، خاصة مع بعض بين قوسين الانتفاضات الاجتماعية التي تنفجر في البلاد مع بداية كل سنة. احنا عندنا شهر ديسمبر مع شهر يعني شباط، دائما في هذه الفترة فترة احتجاجات اجتماعية وانفجارات اجتماعية كبرى، وإلى حد الآن لم تتمكن بين قوسين النخبة السياسية في تقديم النموذج الاجتماعي والاقتصادي القادر على امتصاص الغضب الاجتماعي وتحقيق التوازن المطلوب على مستوى كل جهات البلاد. ولذلك لعل الانتخابات البلدية باعتبارها معنية بهذا الاستحقاق قادرة على إعادة تشكيل المشهد من جديد وقادرة على إعادة تركيب المشهد من جديد، بما يفضي إلى نتائج أكثر إيجابية على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي والمحافظي. نعم، دعني أتحول إلى لندن من بريطانيا، العاصمة البريطانية. معي الأستاذ فتحي المسعودي الخبير في الشؤون القانونية، أرحب بك. من المفروض أن تنضم إلينا عبر سكايب لكن مشاكل فنية حالت دون ذلك. أستاذ فتحي، ربما الحديث الأبرز الآن في تونس عن حاجتها، حاجة أصيلة لجيل شاب جديد يعيد إنتاج العملية السياسية وفق أفق ونظرة أكثر حداثة، نظرة جديدة. إلى أي مدى هذه الانتخابات البلدية نجحت في إفراز جيل جديد شاب قادر على القيام بعبء المرحلة المقبلة في تونس؟ اهلا وسهلا استاذ جهاد. على كل حال، كما يعني قلت في مشاكل تقنية حالت دون الظهور على السكايب، ولكن سؤالك يحن الى عدة امور، اهمها انه يعني عندنا مشكلة في تونس، ويظهر ان هذه المشكلة ليست في تونس فقط وانما هي تقريبا تعم العالم العربي وربما العالم كله، هو عزوف الشباب عن المشاركة السياسية في داخل هذه البلدان. وثبت هذا جليا في تونس، عندنا أقل من 6% من الشباب يشاركون في العمل السياسي وحتى العمل الجمعياتي أيضا. لعله بحكم قانون الانتخابات في تونس فهو يوجب على هذه القائمات أن يكون فيها يعني عدد معين من الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والإحصائيات تقول أنه الشباب الذين سنهم تحت 35 الذين شاركوا في الانتخابات في حدود 52%. إذن يعني وكأن القانون هو الذي دفع هذه الشريحة من أن تشارك في هذه الانتخابات، وهذا يعتبر في حد ذاته أمر إيجابي. ولكن السؤال، هل ذهب الشباب إلى الانتخابات يعني وشارك؟ لا، نقول لا، والإحصائيات تقول ذلك. إنما أعتقد أنه فيه عزوف كبير جدا ليس من الشباب فقط وإنما ولكن أستاذ فتحي، العزوف هذا خصصنا له محور خاص بعد الفاصل سنبحثه، لكن قبل ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي هيئة رسمية قالت إن أكثر من 30% من الناجحين هم من فئة الشباب ما بين 25 أو ما بين 18 والخمسة والثلاثين. برأيك هل هذا مؤشر على أن البلاد تتجه نحو جيل جديد من الشباب لقيادة العملية السياسية في البلاد، أم أن هذه ليس مؤشرا كافيا فيه ثغرة في عملية الانتخابات؟ أقول أن هؤلاء الشباب يعني دفعوا دفعا لأن يشاركوا، لأن القانون يحتم على هذه القائمات أن يكون فيها الشباب، كما يحتم عليها أن يكون فيها نساء، كما يحتم عليها أن يكون فيها يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. وإلا لا أعتقد أنك ستجد هذا العدد 30% كما ذكرت الهيئة، وإنما ربما تجد يعني أقل بذلك بكثير، وإنما هذا لعله وسيلة يعني ذكية جدا من أن تدفع هؤلاء الشباب إلى أن يشاركوا في العملية السياسية ويشاركوا في المجال العام في تونس. نعم، لعلها تكون يعني هذه خطوة أولى ومرحلة أولى يعني نحو المستقبل. نعم نعم، سنبحث هذه الأمور بمزيد من التفصيل بعد الفاصل، لكن دعنا الآن نذهب إلى فاصل قصير قبل العودة للبحث في أسباب ضعف الإقبال على الانتخابات البلدية والرسائل السياسية الكامنة وراء ذلك.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن المشهد السياسي في تونس بعد الانتخابات البلدية التي جرت قبل أيام، ونبحث في هذا المحور الأسباب التي تقف وراء تواضع المشاركة في انتخابات من المفروض أن تخفف من مركزية الحكم في البلاد، وهو أحد أهم مطالب الثورة التونسية. أذهب مباشرة إلى لندن. أستاذ فتحي، ثلثات تونسيين بحسب نسب قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثلثات تونسيين لم يشاركوا في هذه الانتخابات، عزفوا، زهدوا في هذه الانتخابات، لماذا؟ هذه أعتقد أنها مغالطة، ليس فقط الثلثين، هو الثلثين من الذين سجلوا في قائمات الانتخابية، ولكن الحقيقة ليست هذه. الحقيقة أنه عندنا في تونس أكثر من 8 ملايين مواطن تونسي سنه فوق 18 سنة قانونا يؤهل بأن يكون من المقترعين، من المنتخبين، ولكن الذين سجلوا أسمعهم 5 ملايين 300 ألف، ومن هذه 5 ملايين 300 ألف ذهب 1,700,000. يعني إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الأرقام، نقول أنه من 8 ملايين مواطن تونسي لم يذهب للانتخابات إلا 1,700,000. إذا هذه النسبة بسيطة وقليلة جدا، يعني النسبة العامة على المواطنين المسموح لهم بالانتخاب تقريبا أقل من 20%، وربما تصل إلى 15%. نعم، فإذا هي نسبة بسيطة وقليلة، وهذا مؤشر خطير جدا. لماذا سؤالي كان لماذا غاب التونسيون عن المشاركة في الانتخابات البلدية، وهي كانت أحد أهم المطالب بالنسبة للقائمين بالثورة التونسية، وهو تخفيف حدة المركزية في الحكم، وإلى دفع البلاد نحو لا مركزية، حكم المناطق المحلية نفسها بنفسها. لماذا غاب التونسيين عن صناعة أهم استحقاق هم قدموا دماء من أجله؟ هو هذا صحيح، ولكن التونسيون بعد 7 سنوات ينظرون إلى الحصيلة، حصيلة هذه 7 سنوات ماذا أنتجت من سياسيين وأحزاب، وماذا أنتجت في المجال الاقتصادي والاجتماعي. تونس تعيش أزمة اقتصادية طاحنة، زيادة في البطالة، زيادة في التضخم، زيادة في الفقر، زيادة في المديونية، ارتفاع الأسعار المشتت، ارتفاع الدينار، يعني الوضع في تونس وضع مزري جدا. الوضع في تونس يعني جعل من التونسيين لا يثقون في هذه الأحزاب التي وصلت في تونس إلى 211 حزب، وتأسس حزب قبل يومين فقط، يعني إذن عندنا 212 حزب في تونس. هذه 212 حزب على 12 مليون ساكن، هذه نسبة كبيرة جدا. وهؤلاء السياسيون الذين عندنا في تونس يعني لم يقدموا الخطاب الحقيقي، الخطاب الذي يجلب الشباب ويجلب المجتمع ويجعل الناس يثق فيهم، وإنما خطابهم كان خطاب عكسي جعل من أستاذ فتحي، ولكن هناك يعني أكثر من 800 قائمة انتخابية للمستقلين، لماذا بين قوسين كانت التونسيون سلبيين ولم يشاركوا في الانتخابات نحو ويتجهوا ويندفعوا نحو المستقلين مثلا، أكثر من 800 قائمة انتخابية مستقلة؟ هو في الحقيقة أخي جهاد، التونسي الآن ينظر إلى جيبه، ينظر إلى كما يسمونه في تونس إلى قفته، عندما يذهب إلى السوق يعني ويحمل معه دريهمات، ماذا تأتي هذه الدريهمات له ولأولاده ولأسرته ولمستقبله. وجد أن هذه الوعود التي قدمت له وعود ليست صحيحة، وعود كاذبة، وبالتالي لم يعد يثق في هذه السياسة ولا في هذا المسار الانتخابي ولا الديمقراطي. التونسي يقول لك الآن أنا أفكر في لقمة العيش ولا أفكر لا في السياسة ولا في الأحزاب ولا الديمقراطية. وهذه 800 قائمة المستقلة، هذه أنا أقول لك الكثير من هذه القوائم ليست مستقلة بالشكل الحقيقي، وإنما المئات منها يعني فيها أعضاء من الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات أو غيرها. يعني هذه ليست بالمعنى الاستقلال التام الكامل، وإنما هي يعني ربما لأنه في كثير من الأحزاب لم تستطع أن تؤسس قائمة كاملة لحزب معين، فبالتالي تأتي ببعض الناس الذين لا ينتمون هذا الحزب وتؤسس هذه القائمات. وأنا سمعت هذا الصباح أحد الأحزاب الذين فازوا بحوالي 97 مقعد يقول عندنا 200 مقعد بما فيهم بعض الذين شاركوا في القائمات المستقلة. إذن عمليه هي يعني القائمات المستقلة ليست بالشكل الذي ربما نتصوره أنها قائمات مستقلة، بل أكثر من ذلك،
في قائمات أسماؤها تتكرر وتعاد، مثل مثلا قائمة الأمل، تجد عشرات القائمات في العديد من الدوائر البلدية يعني أسماها باسم الأمل وأسماء أخرى أيضا. إذا هذه قائمات هي ليست في حد ذاتها، ليست هي حقيقة مستقلة، وإنما هي تنتمي، كثير منها ينتمي إلى أحزاب. وبالتالي حتى التونسي، حتى هذه القائمات المستقلة والتي في الحقيقة بمجموعها حصلت على 32% من يعني من نسبة المشاركة، وهي طبعا أكثر حتى من نسبة حركة النهضة اللي حصلت على حوالي 28%. هذه النسب طبعا العديد منهم تحرك ضمن دائرتي، ضمن الحي الذي يسكن فيه، وضمن الشارع الذي يسكن فيه، وبالتالي لم يجلبوا الكثير حتى هم أيضا. نعم، لكن ثمة سؤال عن الرسائل المستقاة من هذه المقاطعة التي تحدث عن أنها أكثر بكثير من الثلثين كما قال الأستاذ فتحي من لندن. ما الرسائل المستقاة من هذه المقاطعة؟ نعم، هي مظاهر إحباط، مظاهر عدم ثقة، لكن ثمة رسائل سياسية ربما أراد الشارع التونسي أن يقدمها للطبقة السياسية الحاكمة. هل يمكن أن تستقرئ لنا هذه الرسائل؟ أظن أنه أهم رسالة على الإطلاق يعني في خضم هذه، طبعا أنا مع تعديل لفظ المقاطعة إلى الاحتجاج أكثر منه، لأن المقاطعة دلالة على أنه تيار كأنه يقود هذه العملية، والحال أنه كانت في دعوات المقاطعة، ولكن أنا في تقدير حالة من الاحتجاج. نعم. يعني أنا في تقدير الرسالة الأساسية أنه إلى حد الآن التونسيين لم يجدوا البديل الحقيقي الذي يمكن أن يحقق لهم طلباتهم، خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. يعني الرسالة الأساسية أنه جملة الصراعات السياسية التي تشق العملية السياسية بين مختلف الأطراف، التونسيين غير معنيين بها. الأساسي بالنسبة للتونسي اليوم هو القضية الاجتماعية والاقتصادية، الأساسي بالنسبة. ولذلك عندما ترجع إلى مؤشرات سبر الآراء ومختلف المؤسسات، يعني يأتي موضوع محاربة الفساد عند التونسيين في المرتبة الأولى. يريد التونسيين أن يروا محاربة حقيقية للفساد الذي يكاد يعصف باستقرار البلاد وينهش الإدارة التونسية بشكل عميق جدا. من الرسائل الأخرى كذلك أنه هناك ما ذكرته، هناك التونسيين يبدو أنهم أقرب إلى أهمية أن توجد طبقة سياسية جديدة، أن تتجدد هذه الطبقة السياسية، أن يكون هناك خطاب سياسي جديد على قدر المرحلة. تونس عاشت لحظة ثورة، لابد أن يكون عشرات الآلاف من الشبان تقدموا ورشحوا. صحيح، عشرات. ولذلك في كثير من المؤشرات الإيجابية في هذا الخصوص. أنت فقط سألت عن الرسائل في بعدها. نعم. الآخر ممكن آتي على الرسائل الإيجابية، لأنه توجد رسائل إيجابية كثيرة. أنت تتحدث ممكن عن طبقة سياسية إضافية جديدة، أنت تتحدث عن أكثر من 7000 مسؤول جديد في الطبقة السياسية الجديدة. هؤلاء ممكن أن يحركوا. معذرة، هذا ربما يكون في الإفرازات الإيجابية الذي سنبحثه مستقبلا، لكن أنا أتحدث عن الرسائل التي أراد الشارع التونسي أن يقدمها للطبقة. وقد قلت في الرسالة الثانية، وهي متمثلة برغبة في الدفع بوجوه جديدة نحو العملية السياسية. في وجوه جديدة للعملية السياسية، هذا من بين. ولذلك الشباب يبدو أنه، وخاصة عندما نشرح نسبة المقاطعة، تجد أنه النسبة الأبرز هي من المقاطعة هي عند فئة الشباب، وهي الفئة، وهنا يعني تحصل بين قوسين المفارقة بين الشباب الذي خاض الثورة، الذي ساهم إسهاما كبيرا في نجاح هذه الثورة، والذي لا يشارك اليوم في العملية الانتخابية التي هي من أهم العمليات التي يمكن أن تكرس بين قوسين طلباته. وهو دليل على أنه الشباب لم يجد ضالته إلى حد الآن، لا في الأحزاب السياسية بمجملها ولا حتى في القائمات المستقلة. ولذلك اليوم لابد من خطاب سياسي جديد، لابد من طريقة جديدة في إدارة البلاد. ممكن هناك شك كذلك في أنه في الانتقال من نظام مركزي لنظام لا مركزي. هناك كذلك العامل كذلك الذي أثر ممكن بشكل كبير جدا على عملية المشاركة، كذلك الإعلام التونسي. حقيقة أغلب الإعلام التونسي سيطر العملية السياسية بشكل كبير جدا، وجه بشكل سلبي، ويعني كانت هناك شحنات سلبية جدا في علاقة الإعلام التونسي بيد النخب السياسية والطبقة السياسية الموجودة، ولكن يغلب عليه لون معين على مستوى الساحة التونسية حقيقة. يعني المشاهد يعني للساحة التونسية الإعلامية يعلم جيدا أنه حضور مثلا الجبهة الشعبية في الإعلام التونسي هو الأكبر على الإطلاق، وبنسب بعيدة حتى عن الأحزاب الحاكمة. ومعلوم جدا أنه خطاب الجبهة الشعبية خطاب متوتر تجاه العملية السياسية، خطاب زاهد في منجزات العملية السياسية على ما يمكن أن يسجل طبعا على مجمل المنجزات التي نقر جميعا، سواء في تقديري في
تونس حكومة أو معارضة أن المنجز خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ضعيف، ولكن أن يشيطن كل شيء، أنه يقال أنه كل ما يحصل اليوم في تونس هو يعني بين قوسين سلبي، هذا حقيقة فيه إجحاف وفيه هذا ما أريد أن أسأل عنه. يعني فتحي من لندن، يعني بالرغم من الاعتراضات الكثيرة وبالرغم من المثالب والسلبيات ومن العزوف الجماهيري وبالرغم من تخبط الطبقة السياسية في البلاد، لكن ألم تقدم هذه الانتخابات نموذجا يحتذى به في مسار الاستقرار السياسي والعملية الديمقراطية الناشئة والتي تسير خطوة بخطى حثيثة في البلاد؟ ألا يمكن أن يكون ذلك دليلا على هذا؟ لا، هو إذا أردنا أن نضعها في إطارها الإقليمي والدولي، طبعا تونس تعتبر مثال يحتذى به في الاستقرار السياسي وفي العملية الديمقراطية والتغيير السلمي نحو الديمقراطية الشاملة. يعني إذا قارنت تونس بليبيا التي فجر قبل أيام فقط المقر أو الهيئة المفوضية العليا للانتخابات وقع تفجيرها، أو إذا حتى لاحظ في العراق الآن مثلا يقع اغتيال المترشحين للانتخابات البرلمانية، و تلاحظ ماذا يقع في مصر مثلا من هذه يعني الاتجاه أو الحزب الواحد والرئيس الواحد الأوحد. فطبعا تونس تعتبر طيب كلام جميل أستاذ فتحي، لكن هل يعقل وضع الشارع التونسي بين خيارين، إما ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا، وإما طبقة سياسية لا تقدم لكم إنجازات، وبالنهاية في النهاية المحصلة شعب لا يمتلك إرادته، لا يشارك في العمل السياسي، هل هذا هو الخيار المطروح أمام التونسيين الآن؟ ولكن لازم نفهم شيء أيضا، نفهم أن تونس عاشت على مدى 60 سنة ذات الحزب الواحد والرئيس الأوحد والاتجاه الواحد والرأي الواحد. الآن تونس هي تعيش فترة تغيير، نعم، ولكن هؤلاء الذين الآن يعني سعوا للتغيير وسعوا لتنصيب لأن ينصبوا هم الأساس الجدد لتونس، تنقصهم الكثير من الخبرة وتنقصهم الكثير من الفهم للواقع التونسي. وأنا أتعجب حتى من أخي زياد عندما يتحدث وكأنه يتحدث عن وكأنه من حزب معارض، يعني لا ينسى أخي زياد أنه هو في الحكم منذ 2011، يعني بشكل أو بآخر الشعب التونسي عاقبكم يا أخي زياد، عاقب حركة النهضة رغم أنها جابت 28%، عاقب نداء تونس، عاقب كل الأحزاب كل السياسيين. لا تنسى أخي زياد أن حركة النهضة في سنة 2011 حصلت على 1,300,000 صوت، ثم 2014 حصلت على 900,000 صوت في الانتخابات البرلمانية، والآن تحصل على 516,000، ولا ندري كم ستحصل في انتخابات 2019. إذن هؤلاء السياسيون بما فيهم حركة النهضة يجب أن تراجع نفسها، ويجب أن يعني أكثر مما راجعت أستاذ فتحي، يعني أكثر مما راجعت النهضة، يعني النهضة منذ عام 2011 أو عام 2010 وحتى الآن وهي تراجع، قدمت تنازلات وتنازلت عن الحكم وحالفت من يفترض أنهم خصوم حقيقيين لها، ماذا يمكن أن تقدم النهضة أكثر من ذلك؟ هذا أريد أن أسأله لزياد. حقيقة الآن تقدم النهضة الآن على حساب نداء تونس الذي تقدم في الانتخابات التشريعية عام 2014، يعني كما لو أن لعبة كراسي موسيقية يتبادلون المراكز فيما بينهم، هذا في النهاية يقدم صورة على احتكار طبقة سياسية معينة للعملية السياسية في البلاد. إلى أي مدى هذا الاحتكار يمكن أن يخدم المسار الديمقراطي الناشئ في البلاد؟ دعني طبعا هو لا يمكن أن نتحدث عن احتكار في عملية ديمقراطية شفافة، رغم كل يعني بين قوسين ممكن حجم الإقبال على هذه الانتخابات، هذه الانتخابات هي حرة ونزيهة وشفافة وأفرزت هذا الأساس. وأنا في من ناحية أخرى ومن زاوية أخرى كما قلت في بداية كلامي، هذا دلالة على أن الوضع السياسي والمعادلة السياسية في تونس تذهب نحو الاستقرار بإفراز منظومة حاكمة تقود البلاد في المرحلة القادمة. ولكن لا شك عندي كذلك يعني كفاعل سياسي ومتابع للشأن السياسي في تونس أنه يعني حالة التوافق في تونس يجب أن تكون أوسع من هذا بكثير. يعني لا يمكن قيادة البلاد اليوم بمنظومتين حزبيتين اللي هما النداء والنهضة، والنهضة كذلك على قناعة كاملة أنه هذه المنظومة التوافقية يجب أن تستوعب أكبر ما يمكن من الأحزاب السياسية ومن المنظمات الاجتماعية. ولا يمكن تصور أن يكون هناك حلول البلاد بدون إيجاد يعني بين قوسين يعني
عدد محترم وحزام سياسي كبير جدا يقود العملية السياسية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة. ولذلك اليوم هناك بين قوسين انتخابات البلدية ستفرض فيما تفرض على الأحزاب السياسية أن توسع دائرة توافقاتها، لأنه لا يمكن للمجلس البلدي أن ينجح في تنفيذ مهامه بدون توافقات حقيقية بين مختلف الأحزاب السياسية، لأنه القانون الانتخابي فرض هذا، لأنه التنوع الحاصل على مستوى النتائج وأنه ما في طرف يعني حسم الأمور لصالحه سيجعل الأطراف كلها تجلس على طاولة التوافقات وأن توجد بدائل حقيقية لخطاب سياسي آسن يعني لم يستفد منه التونسي شيئا. حركة النهضة واضحة في يعني تبنيها لخيار التوافق، واضحة في انفتاحها على كل الأطراف السياسية، قالت منذ أمد بعيد أن التوافق ليس فقط مع نداء تونس، وطلبت أكثر من مرة أن يستوعب الجميع بما فيه الجبهة الشعبية اللي هو يكون على يسارها تماما. معذرة زياد، يعني إضافة إلى الصورة المثالية التي يعني تحاول أن تصنعها مثلا عن النهضة والتوافقات والتنازلات التي قدمتها، لكن ثمة حديث واسع الآن في الشارع التونسي عن فساد مستشري في صفوف حركة النهضة. يعني الأمر يتحدث الأستاذ فتحي من لندن عن يعني طبقة سياسية زهد بها الشارع التونسي. هذا أريد أن أنتقل مرة أخرى إليه لو سمحت لي عن موضوع الاستقرار. أستاذ فتحي، في بداية الحلقة قبل أن تنضم إلينا تحدث زياد عن موضوع الاستقرار وأن هذه الانتخابات كانت مؤشرا على استقرار تعيشه البلاد وتتجه إليه نحو مزيد من الاستقرار، لكن إذا هذا الاستقرار مربط الفرس فيه هو التوافق الهش بين حركة النهضة وحركة نداء تونس، هذا التوافق الهش الذي بسببه شهدت حركة النهضة استقالات مهمة وتراجعت في الانتخابات. برأيك إلى أي مدى يمكن الحديث عن استقرار مقبل تشهده تونس في ظل هذا الصراع الخفي بين كبرى الحركتين في البلاد؟ وأنا أعتقد هذا الكلام جانب للحقيقة وللصواب، ليس هناك استقرار في تونس، تونس لا تعيش استقرار. يمكن أن نجلس لنحدث أيام وأسابيع حول ما تشهده تونس من اضطرابات خطيرة وخطيرة جدا، آخرها ما حصل يعني قبل يعني أثناء الحملة الانتخابية مثلا من الإضراب الأساتذة التعليم الثانوي، والعلاقة المتوترة جدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومة، والآن مطالبة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الحكم بالتغيير الحكومي، هذه الحكومة التي عندها حوالي 18 شهر وهي الحكومة الثامنة منذ يعني الثورة. تونس لا تعيش استقرار، تونس تعيش على فوهة بركان، أصبح الخوف يعني المواطن التونسي يعيش في خوف. نعم في سياسة، في انتخابات محلية وتشريعية، ولكن المواطن التونسي لم حتى في المجال الأمني المواطن التونسي يخاف الآن السرقات، البركاجات كما يقولون التوانسة، يعني القتل والخطف والسرقات. يعني تونس تعيش في أزمة اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وأمنية، ليس هناك استقرار منذ 2011. أنا ممكن أجلس، بل الآن هذه الحكومة التي تحكم الآن، السؤال الآن إلى أي مدى ستستمر؟ هل بقي لها أسابيع فقط أو أشهر فقط ثم تذهب؟ ماذا سيحصل بعد هذه الحكومة وهذه الحكومة التي ستأتي؟ كيف ستسير البلاد للسنة القادمة التي بقي على الانتخابات الرئاسية التشريعية سنة واحدة؟ ليس هناك استقرار، في خوف من المستقبل، والدليل على ذلك طبع الآراء الذي يقول أنه حوالي 82% من التونسيين خائفون من المستقبل، 82% متشائمون وليس حتى متشائلون، نص نص، 82% هم يرون أن الوضع سار إلى مزيد من التأزم والخوف. فلا أدري من أين جاء الاستقرار وكيف سيأتي في المستقبل مع هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة المتزايدة أكثر فأكثر الآن، رغم ازدياد عدد السياح ورغم تطور بعض الصادرات، ولكن تونس ما زالت تعيش في وضع سيء إلى أبعد الحدود. نعم، وهذا الكلام الذي تفضلت به فتحي هو مرتبط بالحديث عن مآلات البلاد، مآلات هذه الانتخابات، هذا ما أريد أن أبحثه معك ومع زياد بعد الفاصل الأخير في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، وهو مخصص للحديث عن النتائج السياسية المستقبلية المتوقعة للانتخابات المحلية في تونس. زياد، أريد أن أقول لك تقرير، هو ذكر أرقاما مهمة فتحي من لندن، لكن تقرير للبنك الدولي عام 2014 يقول إن 64% من التونسيين يعتقدون أن مسؤولي البلديات لا يعملون وفق مصالح المواطنين وإنما وفق مصالحهم الذاتية، وأن 38% من المواطنين لا يدفعون الضرائب. أزمة ثقة واضحة وكبيرة في جهاز الحكم وفي العملية السياسية. ما الذي يجب أن يحصل اليوم حتى يستعيد التونسيون ثقتهم بالحكم وبالطبقة السياسية؟ دعني أكون هنا، يعني يجب أن نكون معاييرنا موضوعية حتى نصل إلى خلاصات موضوعية دقيقة. لا أحد قال إن اليوم في تونس الوضع 100-100 وأن الوضع يعني زهري وأنه حققنا كل ما يطمح فيه التونسي، لم يقل أحد من ذلك، ولكن في تقدير الخلاصات تكون قياسا للوضع الإقليمي والدولي. تونس في محيط يعني بين قوسين متفجر، وذكر الأستاذ فتحي أنه الجار الشرقي ليبيا يعيش حالة من الاضطراب الشديد، ونعرف أنه ليبيا تمثل عمق اجتماعي واقتصادي وسياسي كبير جدا لتونس، ولا شك أنه جزء من مؤثرات الوضع الليبي انعكاساتها مباشرة على الوضعية التونسية. كذلك الجار الغربي وإن كان دعما أساسيا للجزائر للاستقرار في تونس وهو عامل استقرار مهم، ولكن مع هذا يعني لا شك أنه هذا له مؤثرات ومؤثرات كبيرة. فأنا في تقديري يعني ليس سهلا في 7 سنوات أن تنجز في تونس 3 انتخابات في دولة لم تعرف قبل هذا أي انتخابات حرة ونزيهة. يعني نجح التونسيين في هذا الاستحقاق رغم كل لحظات الشك التي أرادت أن تعصف بالعملية السياسية، ولكن أن تنجز 3 انتخابات هذا معدل عالي جدا حتى في دول ديمقراطية راسخة في الديمقراطية لم تحصل. أن تتم حملات انتخابية رغم حجم التوتر الحاصل بين الأحزاب السياسية دون تجاوزات كبيرة، دون يعني بين قوسين يعني استفزازات كبيرة، دون ما يحصل في العراق وما ذكر الأستاذ فتحي من اغتيالات للمرشحين. لكن يعني كل هذا تجبني عن سؤالي، ما الذي ينبغي أن يحصل حتى يستعيد التونسيين تونسيون ثقتهم بالطبقة السياسية الحاكمة، خصوصا وأنك ترى تتابع الآن الشعارات المرفوعة كلهم بن علي، هذا مؤشر خطير. ما الذي يجب أن يحصل الآن؟ لا أظن أنه طبعا هذا الشعار موجود عند فئة ومن حقها أن تفعل كذلك. يعني إحنا الساحة التونسية مفتوحة اليوم إعلاميا ومن حيث التعبير عن كل الآراء، ويمكن لكل واحد أنه كما قال وصل عدد الأحزاب إلى 212 حزب رغم أنه يعني الأحزاب الفعلة مسموح، ولكن نعم ولكن لا شك لا في أزمة، لا لم أقول أنه، لكن أزمة قابلة يعني تذهب شيئا فشيئا. أنا في تقديري أنه في إمكانية وفي مؤشرات نحو حلها، وأنه المعادلة السياسية أنا قصد أنها تستقر، أنه في منظومة معادلة سياسية تستقر، في أحزاب أخذت موقعها في الساحة التونسية، بدأت يعني تصنع حالة من التوافق ومقاربة لإدارة الأوضاع في البلاد، ولكن لا شك أن هناك ما زال هناك عقبات كثيرة وتحديات كثيرة. المطلوب الآن أنه النخبة السياسية تعالج هناتها، تعالج يعني خطابها السياسي، يعني تذهب باتجاه القضايا الأساسية التي تعيشها البلاد. لا شك أنه كذلك العملية التوافقية لا يجب أن تكون على حساب بين قوسين القضية الاجتماعية والاقتصادية، لا يجب أن تكون على حساب محاربة الفساد، لا يجب أن تكون يعني لا يجب أنه تتوسع لتشمل كل شيء، لكن التوافق في ظل المصلحة الوطنية، التوافق في ظل تحقيق مصالح التونسيين، التوافق في ظل إيجاد معادلة وطنية حقيقية تعالج مختلف الأزمات التي تعيشها البلاد. وأظن أنه هذا اليوم هناك فرصة. الانتخابات البلدية جاءت بطبقة سياسية مهمة، 7,000 مسؤول جديد، بالإمكان اليوم أن نبني ثقة جديدة من خلال إعادة بين قوسين تقديم الخطاب السياسي على المستوى المحلي والجهوي بطريقة جديدة، من خلال معالجة الأوضاع اليومية للمواطن التونسي في نظافته، في صحته، في اقتصاده اليومي، في الخدمات الأساسية من طرقات، من بنية تحتية، من يعني مستشفيات. اليوم هناك فرصة حقيقية لهذا من خلال بوابة الانتخابات البلدية، ومن خلال انتقال النظام السياسي في تونس وإن كان على مراحل من نظام مركزي إلى نظام لا مركزي. هذا انتقال هائل جدا على مستوى النظام السياسي، يحتاج منا أن نفرغ له الوقت والجهد والإمكانيات حتى ينجح
ولا شك أنه بنجاحه سيحقق في تقدير نقلة نوعية في البلاد. ولهذا أنا في تقدير هناك مؤشرات إيجابية، جيد جدا الاستثمار فيها. احنا نتحدث عن 47% من الفائزين في هذه الانتخابات من النساء، وهذا ونعرف أنه هذه الفئة اليوم هي فئة فاعلة جدا. نعم، هذا ما تحتاجه تونس. لا، أقصد أنه هذه فئة فاعلة، في 35% من الناجحين في الانتخابات من الشباب، وهذا وهؤلاء سيكونون نماذج لبقية الشباب. ولا شك أنه قدرتهم على التواصل مع الفئة الشبابية اللي هي أكثر مقاطعة للعملية السياسية سيسهل العملية، لأنه في نهاية النخبة السياسية التقليدية الكلاسيكية عجزت إن صح التعبير على التواصل مع هذا الشباب، والشباب في النهاية هو محرك العملية التنموية والعملية السياسية. فوجود اليوم بين قوسين رسل سياسيين من شباب على المستوى كمسؤولين على المستوى المحلي، أنا في تقديري هذا سيجسر الهوى مع كثير من الشباب التونسي، وسيصنع حالة وديناميكية جديدة في المشهد السياسي، وسيجعل هناك حالة سياسية تتحرك في اتجاه جديد، وهذا في تقديري سيقوم جزء من مشاكل البلاد ويجعلنا ندخل بإذن الله مرحلة سياسية جديدة ومرحلة اجتماعية واقتصادية كذلك جديدة. نعم، فتحي، بناء عطفا على ما قاله زياد، إذا ما قرأت نتائج الانتخابات البلدية في تونس في سياق وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مركب معقد متأزم، سميها ما شئت، وفي سياق عزوف الكثير جدا من التونسيين أو أكثرية التونسيين عن هذه الانتخابات، وفي سياق وضع إقليمي ودولي مضطرب متفاعل شيئا فشيئا، في كل هذه السياقات ما التداعيات المحتملة لهذه العملية الانتخابية؟ إلى أين تتجه تونس برأيك؟ هو يعني تعليق سريع، هو هذا، يعني سمعت من أخي زياد يتحدث عن الوفاق اللي حاصل في تونس الآن بين الحزبين الكبيرين الرئيسيين نداء تونس والنهضة. يجب أن يعلم الجميع ويعلم مشاهديكم الكرام أن نداء تونس تأسس ليقف ضد النهضة، تأسس ليحقق التوازن السياسي كما يقولون، ولكن هذا التوافق الذي حصل بين الشيخين كما يقال في تونس، يعني راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي، أنا أعتقد أنه هو أيضا يتحمل جزء كبير جدا من هذه الأزمات التي تتعرض لها تونس. إذن إلى أين تسير البلاد؟ إلى أين تسير البلاد؟ البلاد أنا أعتقد أنه ما زالت عندنا سنة في الانتخابات التشريعية والرئاسية. أعتقد أن هذه الانتخابات سوف تعيد هيكلة الساحة السياسية في تونس، لأن الكثير من الأحزاب تلقت صدمة كبيرة جدا وهي كانت تنتظرها حقيقة. فنعتقد أن هذه الأحزاب ستتغير وستظهر طبقة سياسية جديدة وربما تظهر تكتلات أخرى جديدة. وأعتقد أنه على هذه الأحزاب، خاصة حركة النهضة ونداء تونس، أن يعيدوا مسألة هذا التوافق. بل أكثر من ذلك، أنا أدعو إلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، لأن القانون الانتخابي في تونس لا يسمح لأي حزب بأن يحكم لوحده، بأن يحصل على الأغلبية ويحكم. فنبقى دائما في حاجة إلى هذه التآلفات والتحالفات والتوازنات والاتفاقات ما فوق الطاولة وتحت الطاولة. يجب أن يتحمل كل مسؤولياته، يجب أن تأتي حكومة قوية ذات توجه واحد حامل للأغلبية لتحكم البلد وترينا ماذا تفعل في 4 سنوات، لا أن ندخل في كل مرحلة انتخابية 4 سنوات تدخل عندنا 4 حكومات بحكم أنه كل حزب دخل، هذا الحزب يدخل وهذا يخرج. تونس تحتاج إلى استقرار من هذا النوع، استقرار في الحكم، أنه عندما يأتي رئيس حكومة يعرف نفسه أنه يمثل هذا الحزب وسيستمر ل4 سنوات. نعم، يعني أريد أن أختم معك بدقيقة من فضلك زياد. يعني الآن ثمة من المراقبين من قال بأن التونسيين عاقبوا حركة نداء تونس لأنها استمرت في تحالفها مع النهضة، هل يمكن هذا التوافق أو التحالف الهش أن ينفض بين الطرفين في المستقبل؟ كل شيء وارد. احنا في تقديري دخلنا مرحلة التنافس السياسي في تونس، التنافس السياسي في ظل العملية الديمقراطية، وهذا انا في تقديري مكسب مهم. في النهاية لسنا في لحظة الإقصاء ولا الاستبداد، ولذلك الحالة السياسية يمكن ان تتشكل في اتجاهات مختلفة. على فكرة النهضة استفادت من كونها حزب منظم، حزب قوي، حزب له عمق اجتماعي مهم. نداء تونس كما قال الأستاذ فتحي تتشكل ضد للنهضة، ولكن بعد ذلك فرضت عليه العملية الانتخابية والنتائج ان يكون في حالة توافق مع النهضة. قد يواصل في هذا التوافق من باب تحقيق يعني مكاسب، وقد ينفض هذا التوافق، ولكن في كل الحالات لو انفض سامر الحركتين هل ذلك في صالح الاستقرار التونسي الهش اصلا؟ انا في تقديري في هذه المرحله ليس في صالح الاستقرار في تونس. اشكرك. وصلنا الى ختام هذه الحلقه، اشكر ضيفي معي في الاستوديو زياد بومخله المحلل السياسي، وعبر الهاتف من لندن فتحي المسعودي الخبير في الشؤون المغاربيه. الشكر الاكبر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، الى اللقاء.